بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في أحكام الوضوء فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة الاستنشاق والاستنثار، المسألة الثانية الاستجمار الخارج من السبيلين، والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل أن يدخلهما في الإناء. فأما المسألة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ يعني أراد الوضوء، وليس المراد إذا فرغ من الوضوء، بل المراد إذا أراد الوضوء، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام للصلاة، وليس المراد أنه يتوضأ وهو قائم. كذلك قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، وليس المراد إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله. فقوله إذا توضأ أحدكم أي أراد الوضوء، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وفي آخر الرواية: يستنشق الماء ثم ينثر. هذا فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوء والاغتسال. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف بنفس، جذب الماء إلى الأنف بالنفس ثم إخراجه منه بالنثر، أي نثره بالنفس أيضا، فيدخل الماء إلى أنفه فيجذبه بنفسه ثم ينثره، لأن داخل الأنف في حكم الظاهر فهو من الوجه. ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء، وفي الحديث الآخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب أو مستحب، على قولين: قول الأول أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث، فلو توضأ ولم يستنشق لم يصح وضوءه. والقول الثاني أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وليس فيها ذكر الاستنشاق، فدل على أن الأمر به هنا للاستحباب لا للوجوب. والقول الأول أرجح بلا شك، لأن الأمر يقتضي الوجوب، والآية مطلقة، والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن الرسول مبين، الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الآية، مبين لمعنى الآية، مفسر للقرآن، فيكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الآية، لأن الرسول مفسر للآية ومبين لها. هذه مسألة. المسألة الثانية
إذا استجمر أحدكم، استجمر، استجمار استعمال الجمار وهي الحجارة، الحجارة الصغيرة تسمى جمارا، ومنه رمي الجمار، رمي الحصيات. قوله إذا استجمر أحدكم، الاستجمار هو مسح، هو مسح المخرج القبل أو الدبر بعد خروج الحدث لإزالة أثر النجاسة. فإذا قضى حاجته ببول أو غائط فإنه يزيل أثر النجاسة ولا يتركها، إما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها مما ينظف المحل، أو بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء، فإن جمع بينهما فهو أحسن، إن استجمر ثم استنجى فهو أحسن وأتبع الحجارة بالماء، وإن اقتصر على أحدهما أجزأ، إن اقتصر على الاستجمار أجزأ، وإن اقتصر على الاستنجاء أجزأ، لأن المقصود منه إزالة أثر النجاسة من على المخرج. وفي هذا الحديث أنه يوتر، بمعنى أنه يستجمر بثلاثة أحجار، كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار، فمعنى الإيتار أن يستجمر بثلاثة أحجار إن أنقى بها وإلا زاد عليها، لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر، فإن أنقى بثلاث لم يزد عليها، وإن احتاج إلى زيادة فليكن على وتر، يجعلها خمسة ولا يجعلها أربعا، وإن احتاج إلى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا. هذا معنى فليوتر، يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع. ففيه دليل على أن الاستجمار يكفي لإزالة أثر الخارج بشرط أن يكون منقياً، بشرط أن يكون منقياً للمحل ومنشفاً له. والأصل فيه الأحجار، وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار، قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار مثل دورات المياه، مثل ما فيه أحجار، يستعمل ما يقوم مقامها في تنقية المحل، مثل المناديل الخشنة المستعملة، مثل قطع الطين القوية، يستعملها، يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما ينقي المحل ولو لم يكن حجارة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة كما يأتي، الروث وهي رجيع الدواب، نهى عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم، عن الاستجمار بشيئين الروثة والعظم، فدل على أن ما عداهما يستعمل في الاستجمار بشرط أن يكون منقيا، يعني منشفا للمحل، لا يستعمل الشيء الأملس أو الشيء الصقيل الذي لا ينشف المحل. حتى قال الحنابلة لو استجمر بحجر له شعب، حجر واحد له شعب، تقوم كل شعبة مقام حجر، لو استعمل حجرا واحدا له شعب واستجمر بكل شعبة ونقى المحل فإنه يكفي، ولو بحجر ذي شعب كما في متن الزاد. ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، أو قد يكون هو الواجب، وهو أنه استعمل ثلاثة أحجار، يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة، يسمى الاستطابة والاستجمار المعنى واحد. المسألة الثالثة، إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه وليغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده،
فيه مشروعية غسل الكفين للقائم من النوم، للقائم من النوم. وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار أو المراد نوم الليل؟ من العلماء من قال عام، الحديث عام في كل من قام من النوم وأراد أن يتوضأ فإنه يغسل يديه، يغسل كفيه ثلاثا. والقول الثاني أن هذا خاص بنوم الليل، وهذا قول الإمام أحمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون في الليل، أما نوم النهار فلا يسمى بياتا. وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال، سواء قام من النوم أو لم يقم، فإن كان لم يقم من النوم فهو مستحب كما يأتي في حديث عثمان رضي الله عنه، مستحب. أما إن كان قام من نوم سواء نوم ليل أو نوم نهار فالعلماء على قولين، قول الأول أنه واجب، وهو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم لظاهر الأمر، والأمر يفيد الوجوب، ولأنه علل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يدل على الوجوب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه للاستحباب مطلقا، القائم من نوم الليل أو نوم النهار أو من أراد أن يتوضأ ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضوء. والراجح هو القول الأول، أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لظاهر الأمر وللتعليل الذي في الحديث. ويؤخذ من الحديث أيضا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي، لأن الذي في الإناء قليل، فدل على أنه لو قام من النوم من الليل وأدخل يده فيه أنه لا يصلح للاستعمال، لأن يده مظنة النجاسة وأدخلها فيه، فدل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه ينجس، كما هو قول كثير من أهل العلم، ولو لم يتغير ينجس، ولو لم يتغير، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني النجاسة، فدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث، يعني تؤثر فيه النجاسة. ولا شك أن ما يكون في الأواني أنه دون القلتين فينجس إذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا، لأنهما مظنة النجاسة. وفي الحديث أيضا الاحتياط، العمل بالاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، يعني محل شك، ما يدري وين باتت، لا يدري أين باتت يده، يحتمل أنها وقعت على فرجه وهو نائم، أو أنه حك جسمه فخرج دم وهو نائم، أو أنه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري، من جسمه أو من دبره أو من قبله، لأنه نائم ولا يدري. ففيه العمل بالاحتياط، لأنه لما صار احتمال نجاسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين، غسل الكفين منها. فهذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجب، لأنهما في حكم الظاهر، في حكم الظاهر فهما من الوجه. نعم. فضيلة الشيخ، هل ينكر على من أخذ ماء للمضمضة؟ هل ينكر على من أخذ ماء للمضمضة وماء مستقل للاستنثار؟ هذا يأتي إن شاء الله. وصفة المضمضة والاستنشاق أنه يأخذ غرفة فيقسمها، الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وأنفه، يأخذ ثلاث غرفات، كل غرفة يقسمها بين فمه
وأنفه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الاستجمار بالتراب مجزئ؟ لا، لا يجزئ الاستجمار بالتراب، لا بد من الحجر أو ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء. التراب